بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرتنا لهذا اليوم عن الإكوليبريوم أوف بارتيكلز. راح ناخذ من تشابتر 3 كبداية الموضوع اللي هو 3.1 اللي هو الكونديشن فور إكوليبريوم أوف بارتيكل، بالإضافة إلى الموضوع 3.2 اللي هو الفري بودي دايجرام، والموضوع الأخير اللي هو 3.3 اللي هو كوبلينر فورس سيستم من كتابكم هبلر. طبعا هاي المحاضرات محاولة لشرح المادة بطريقة مبسطة في سبيل استغلال الوقت لحين رجوعنا للقاعات الدراسية. في موضوع الإكوليبريوم أوف بارتيكلز، إكوليبريوم أوف بارتيكل، راح نجي إلى الجسيمة اللي هي واقعة في مستوي الورقة، واللي بيها حتى تحصل على اتزان يجب أن تكون محصلة القوى، يعني سيجما اف اكس يجب أن تساوي لك صفر، محصلة القوى باتجاه الاكس، بالإضافة إلى سيجما اف واي يجب أن تساوي لك صفر. هذا فيما يخص التو دايمنشن. حتى تتمكن من حل مسائل الإكوليبريوم يجب أن يكون عندك قبلها بعض المعلومات عن الأجزاء اللي ممكن تصادفك في مسائل الإكوليبريوم. أولها هو النابض. النابض ممكن أن يأخذ عدة حالات. نفترض أنه كان هذا position مات النابض، وهاي هنا الفري أند مات. جيت سلطت هنا قوة، هاي القوة مقدارها F. فإذا كان هذا الطول الأولي هو L1، بسبب هاي القوة صار عندك استطالة وتحول الموضع النهائي للنابض إلى الموضع المبين هنا، وراح يصير بالنسبة لك هاي الاستطالة هي دلتا. الطول النهائي بهاي الحالة راح يصير هو L2. حسب قوانين النوابض عندك قوة النابض F شو تساوي لك؟ الكي اللي هي الاستفنس في الدلتا اللي هو تغير بالطول، اللي يعني كأنما دا نقول هنا راح يصير كأنما هو كي في L2 اللي هو الطول النهائي ماينس الطول الأولي في حالة الشيء. طبعا الاستفنس كي وحداتها بالنيوتن لكل متر، الدلتا وحداتها بالمتر، أو بعض الأحيان يكون نيوتن لكل سنتيمتر يعطيك الوحدات، وهنا الديفليكشن حتى يكون بتناظر يجب أن يكون وحداته أيضا بالسنتيمتر. فمن تضرب الكي في الدلتا يطلع لك الناتج الاف وحداته بالنيوتن. أكو حالة أخرى للنابض، قد يكون النابض الفري اند مالته هنا تجي تسلط قوة انضغاط اف. فإذا كان هذا هو الطول الأولي مالت L1، نتيجة الانضغاط راح ينكبس النابض يجي إلى الموضع البوزيشن هذا النهائي مالت، هذا هنا راح يصير L2. فبالنسبة لك راح يصير الدلتا هو الفرق بين الطول الأولي اللي هو L1 والطول النهائي اللي هو L2. فعلى هذا الكلام راح يصير عندك F تساوي لك إنك K في دلتا، هنا راح يصير عندك يساوي لك الكي مضروب في الطول، هنا راح يصير عندك L1 ماينس L2. هنا عندك الطول الأولي هو كان بالبداية أكبر من الطول النهائي. النقطة أخرى ممكن تلاحظها في بعض المسائل تجيك، إنه مثلا يعطيك بولي، وهذا البولي مربوط بحبل،
حبل معرض إلى قوة شد اللي هو تي. بالنتيجة قوة الشد الحبل راح تنقل به القوة حتى تصل على الطرف الثاني، فهنا أيضا يجب أن تحط قوة شد مقدارها تي مهما كانت الزاوية مال الحبل الاثنان اللي هي تيتا، لأن الحبل ما يتأثر بالزاوية مالته. قوة الشد من أحد الأطراف تكون نفسها هي قوة الشد في الطرف الآخر. قبل أن تبلش بمسائل الإكوليبريوم يجب أن تتعلم رسم مخطط الجسم الحر اللي هو نسميه Free Body Diagram. شنو هذا مخطط الجسم الحر؟ هذا أنه عبارة عن مخطط نحط فيه تأثيرات القوى بدل ما نحط الشكل الكامل. يعني نفترض أنه عندك شكل أو مسألة، خلينا نقول بها حبال مربوطة هنا من أحد الأطراف، الطرف الثاني معلقة هنا، خلينا نسميها هنا نقطة سي أحد الأطراف، وهنا نسميها نقطة أي الطرف الآخر، هنا نقطة بي مكان ربط أو العقدة، وهنا عندك صندوق اللي هو محطوط مربوط في النقطة دي. هسه مثل هاي المسائل لما أريد أتعامل وياها ما أجي أرسم المسألة كلها، فقط أجي على العقدة اللي هي في نقطة بي، أقول إنه هاي النقطة مسلط عليها قوة اللي هي الوزن مال الصندوق. يعني إذا كان هذا الصندوق كتلته أم، فالوزن مالتك هنا على دبليو راح يصير هو عبارة عن الكتلة أم مضروبة في التعجيل الأرضي جي. هنا راح أبدي أعوض عن الحبل بي سي بقوة شد أسميها قوة اف بي سي. إذا كانت زاوية الحبل هنا مثلا ثيتا، راح تجي عندك هنا نفس الفكرة، تجي تحط قوة شد للحبل اللي هو اف اي بي، الزاوية مالته هي نفس راح تكون ثيتا. خلنا ناخذ مسألة من الكتاب. هنا عندنا problem 3 2 بيج 81 من كتابكم هبلر. في هاي المسألة لكن ناخذ لها صورة حتى تشوفها. هاي المسألة عندك الكرة وزنها يقول 6 كيلوغرام، يقول the sphere in figure has a mass of 6 kilogram and is supported as shown. Draw a free body diagram of the sphere and the knot at C، أي العقدة في نقطة C والكرة اللي هي وزنها 6 كيلوغرام. حتى أرسم free body diagram راح أجي آخذ منطقة العقدة اللي هي منطقة C، هاي هنا النقطة سي، راح أحط الوزن مال الكرة اللي هو الدبليو اللي راح يساوي لك 6 كيلوغرام في التعجيل الأرضي اللي هو 9.81. راح أعوض عن السبرينج بقوة الشد اللي تأثر هنا، هنا راح أصير قوة عندك اف سي دي بالإضافة إلى قوة أو الشد نتيجة تأثير الحبل اللي هو F B C. الزاوية حسب ما هنا بالمسألة كانت 60 درجة، هاي 60 درجة. هذا صار ممثل لك Free Body Diagram للمسألة. بس إذا أردنا نكمل الحل ونطلع القوى المجهولة اللي هي اف سي دي و اف بي سي، راح نجي نطبق قوانين اللي هي سيجما اف اكس ايكوال تو زيرو و سيجما اف واي ايكوال تو زيرو. راح اجي اطبق اولا بالاتجاه الواي اكسس، وراح اقول سيجما اف واي ايكوال تو زيرو. مش عندي قوة نحو الأعلى، راح أفترضها مثلا موجبة، راح
حاط علامة هنا زائد حتى تشير الاتجاه الموجب، وراح يصير عندك اف بي سي. هنا راح ناخذ مركبة الساين 60، هاي كلها راح شنو تكون نحو الأعلى. منو عندك عكسها راح تقول لي الدبليو، هاي كلها راح شو تساوي لك صح. بس مثل ما تشوف هنا المعادلة بها مجهول واحد هو فقط ال اف بي سي ان دبليو معلوم، فراح يصير عندك ال اف بي سي، اف بي سي هو عبارة عن راح اودي ال دبليو على الصفحة الثانية من المعادلة، فراح يصير ال دبليو اللي هو 6 كيلوغرام في التعجيل الأرضي اللي هو 9.81 مقسم على ساين الزاوية اللي هي كانت عفوا كانت مقدارها 60، راح يصير على ساين 60. المعادلة الثانية اللي هي راح نستعملها هي معادلة سيجما اف اكس ايكوال تو زيرو، راح اكتب سيجما اف اكس ايكوال تو زيرو. شنو عندك القوى؟ عندك القوة اللي هي قوة الشد الموجودة عندك بالحبل اللي هي اف سي دي اللي تسحب نحو اليمين، اللي عاكسها من هي قوة اف بي سي اللي هي تصير نحو اليسار. راح اكتب طبعا هنا بالمناسبة راح نحط الاتجاهات فرضا انه هاي هو الاتجاه الموجب، راح يصير عندك الاف مثل ما شفنا هسه هنا اف سي دي هي نحو اليمين، فراح يصير اف سي دي عكسها منه قوة الشد اللي هي اف بي سي، فراح يصير هنا اف بي سي كوساين 60، هاي كلها شو تساوي صفر. احنا اف بي سي طلعناه من المعادلة السابقة، فيبقى لك هنا نقدر نقول انه اف سي دي مقدارها هذا يروح هناك، راح يصير اف بي سي كوساين 60. فهنا لو كنا مطلعين الناتج بالحاسبة نقدر نحسبه، يطلع عندك مقدار حسبه وهنا عندك 6 في 9.81 تقسيم ساين 60، يطلع لك الناتج مقدار 6.9665 نيوتن. ولو تجيب هذا الناتج تعوضه هنا فراح يصير عندك 6.7965 × cos60. طبعا هذا الناتج هم تقدر تطلعه، راح تضرب هذا في الناتج اللي حصلت عليه في كوساين 60، يطلع الناتج 3.982 نيوتن. نيجي على الموضوع اللي بعده اللي هو موضوع 3.3 اللي هو كوبلينر فورس سيستمز. شو يعني كوبلينر فورس سيستمز؟ يعني عندك منظومة قوى ملتقية في نقطة واحدة، فبهاي الحالة راح يصير عندك نفس الشيء، راح نجي نطبق سيجما اف اكس ايكوال تو زيرو وسيجما اف واي ايكوال تو زيرو. من راح نجي نطبق راح نجي ناخذ يعني اذا عندك اكثر من قوة ملتقية في نقطة واحدة، لنفترض ان هذا الاحداث الاكس اكسس هذا الواي اكسس هذا الاكس اكسس هذا هنا عندك هذا الواي اكسس،
لنفترض أن هاي هنا عندك قوة مقدارها F1، هنا عندك قوة مقدارها F2، هنا عندك قوة مقدارها F3، هنا عندك قوة مقدارها F4، وكل واحدة تعمل بزاوية معينة ويا الأفق. إن الشي راح نسوي نجي نحلل كل واحدة حسب الزاوية مالتها، نسمي هاي مثلا زاوية ثيتا، هاي راح أسميها بيتا، هاي مثلا نسميها جاما، هاي راح أسميها ألفا. فبالنسبة لك راح تصير القوة باتجاه الإكس، من تجي تكتب سيجما اف اكس equal to zero راح تكتب انت هنا اف 1 كوساين ثيتا 1، هاي صارت ويا الاتجاه الموجب عندك، لين رايحة نحو اليمين. راح تقول ماينس عندك هنا اف 4، هنا مبينة واضحة، اي ماينس اف 4 كوساين الفا. ليش بالماينس؟ لان عكس الاتجاه، التحط اتجاه الفرط الموجب هو نحو اليمين، هنا هي رايح القوة نحو اليسار. بعد شعدك زائدا راح تقول لي اف 2 كوساين بيتا، هاي نحو اليمين موجبة. بعد ماينس اف 3 كوساين جاما، هاي راح كلها شو تساوي لك؟ صفر. اوكي، نفس العملية ان تجي تشتغل باتجاه ال y axis، فراح تصير عندك كأنما راح تقول انه هي راح تصير نحو الاعلى، مثلا الموجب راح تقول f1 sin ثيتا زائد f4 sin الفا، تطرح من عندها القوى اللي هي نحو الأسفل اللي هي F2 ساين بيتا و F3 ساين جاما. فلناخذ مسألة أخرى من الكتاب اللي هي بروبلم 3 4 بيج 8 5. اوكي، هاي المسألة بس نشوف لك اياها. نقطة أهمياتها، سوي لك زوم، هاي عندك مجموعة حبال مربوطة بيها أكياس لها أوزان. فدي يقول if the sack at A، يعني إذا كان الكيس في نقطة A has a weight of 20 نيوتن، وزن 20 نيوتن، determine the weight of the sack at B and the force in each cord، يعني أوجد لي وزن الكيس في النقطة B وكذلك the force in each cord، قوة الشد بالحبال needed to hold the system in equilibrium position shown، يعني أوجد مقدار وزن في الكيس B وكذلك قوة الشد في الحبال. مثل ما نشوف في هاي المسألة، هنا عندنا الفري بادي دايجرام، راح ارسمه لكل نقطة على حدة. راح ابلش بالنقطة اللي بيها معلومة اللي هي الوزن اللي هي في نقطة A، فراح ابلش بالعقدة اللي هي E. العقدة E، هاي هنا خلينا نقول هاي هي العقدة اي، اختار القلم، هاي النقطة اي، العفو اي، نقطة اي، عندك وزن مقداره 20 نيوتن نحو الأسفل، هحط هنا الاحتياطيات، هذا الاكس اكسس، هاي الواي اكسس، زين، عندي قوة شد هنا تتعمل زاوية، هنا راح اسميها F
جي. اف اي جي اذا تعمل زاوية هنا مقدارها 30 درجة مع العمود، زين، وعندك بالاضافة الى هذا قوة شد اخرى اللي هي مثل ما تشوفها هنا، تعمل زاوية مقدارها 45، هاي هنا 45 درجة، هاي القوة اللي هي اف سي. قوانينك التهسة موجودة عندك هي فقط سيجما اف اكس ايكوال تو زيرو و سيجما اف واي تساوي لنا صفر. راح اجي اول شيء اطبق المعادلة اللي هي سيجما اف واي ايكوال تو زيرو، راح افترض ان كل شيء صاعد نحو الاعلى موجب. مش راح يصير عندي قوة الشد اللي هي اف اي جي او التنشين اي جي. اوكي، هنا بالنسبة لك راح تاخذ مركبة الكوساين، كوساين 30 هذا نحو الأعلى، من عندي عكسه راح أقول ماينس 20 اللي هي نحو الأسفل، وكذلك مركبة القوة اف سي اي باي اف سي اي ساين 45. طبعا نحو الأسفل راح يكون ماينس، فكل العلاج شو تساوي لي صفر. بس هنا مثل ما تشوف عندك مجهولين، وهاي معادلة واحدة لان احنا ما نعرف قوة الشد اف سي اي ولا قوة الشد اف اي جي. راح اجي استعين بالمعادلة الثانية اللي هي سيجما اف اكس ايكوال تو زيرو، راح افترض كل شيء يروح نحو اليمين موجب، راح يصير عندي القوة اللي هي اف اي جي ساين 30 نحو اليمين ماينس اف سي اي كوساين 45. هاي كل الرات شو تساوي لك صفر. هسه مثل ما تشوف عندك معادلتين صارت بيها مجهولين اللي هو الاف اي جي والاف سي اي، لو تحلها واحدة ويا اللوب راح يطلع لك الناتج القوة اف اي سي تساوي لك 38.6 نيوتن، وكذلك القوة اف اي جي راح يصير مقدارها 54.6 نيوتن. خلصنا من هذا الجزء، نبلش بما في العقدة الثانية اللي هي في نقطة سي. راح ارسم ايضا فري بودي دايجرام لهذه العقدة، هذا الاحداثي الاولي الاكس اكسس والواي اكسس، وراح ابدي احط القوى اللي هي عندك هنا. الوزن راح يكون نحو الاسفل اللي هو الوزن مال الكيس في النقطة بي اللي هو مجهول، بالاضافة الى قوة الشد مال الحبل اللي هسه قبل شوية شفناها اللي هي اف سي اي اللي هي نفسها تتأثر في النقطة سي، واللي طلعناها اف سي اي اللي هي كان مقدارها 38.6. فراح ارسم القوة من جديد الاف اي سي في النقطة هنا اللي كان مقدارها 38.6 نيوتن كقوة شد تأثر كأنما فعل ورد فعل، هناك كانت تأثر نحو الأسفل هنا صارت نحو الأعلى، والزاوية مالتها مثل ما تعرف 45 درجة.
الشد الآخر اللي هو يجيك من الحبل اللي هو سي دي، هذا الشد راح أرسمه أيضا كقوة نحو الأعلى مائلة بزاوية تميل، هنا مطينا إياها، هاي طبعا بالمناسبة هاي قوة اف دي سي، تعمل زاوية مقدارها هنا هاي 3 4 5، فهنا من أجي أطبق أقول سيجما اف اكس equal to 0، راح أكتب مثلا كل شيء رايح نحو اليمين موجب، فراح يصير عندك القوى الموجودة اللي هي عندك هنا أول واحدة اللي هي F E C اللي هي مائلة بزاوية 45، فراح أقول كوساين 45، أطرح من عندها ال F D C في كوساين الزاوية. كوساين الزاوية هنا ما راح أقعد أحسب الزوايا، راح أخذ أستفاد من الميل مال الحبل، فبالنسبة لي مركبة الكوساين هي شو تمثل لي؟ الأربعة على الخمسة، هاي كلها شو تساوي؟ صفر. إحنا F E C سبق أن حسبناها في العقدة E، فكانت مقدارها 38، فالمسألة راح تصير 38.6 كوساين 45 ماينس اف دي سي مضروب في 4 على 5، هذا كله يساوي لك صفر. المجهول هنا هو فقط اف دي سي، فيطلع لك اف دي سي مقدار عفوا هنا ايه اف دي سي يطلع مقداره 34.2 نيوتن. هسه خلصنا من سيجما اف اكس، نيجي مرت اللوخ نطبق شنو؟ سيجما اف واي ايكوال تو زيرو، حطوا ايضا كل شي صاعد نحو الاعلى موجب. شعدنا قوى نحو الاعلى، راح تقول لي الاف دي سي مو والاف هنا هاي كانت اف اي سي، فراح يصير الاف اي سي ساين 45 نحو الاعلى زائد الاف دي سي ساين، اول والساين نكتب راسا على السريع، نضرب كأنه 3 على 5، في 3 على 5 هاي كلها شغلات. شو تساوي لك؟ الوزن اللي العفو نحو الأسفل، هاي كلها نحو الأعلى، نحو الأسفل من هو عندك الوزن، فراح أقول ماينس يعني هو نحو الأسفل ماينس الوزن اللي إحنا ما نعرفه W، هذا كل اللي راح يساوي لك صفر. زين ال FEC احنا طلعناها وال FDC ايضا موجودة عندنا، فال FEC اللي هي كان مقدارها 38، فراح يصير 38.6 ساين 45 زائد ال FDC اللي هي 34.2 مضروبة في 3 على 5، راد تساوينا راح ودي ال W هناك على الطرف الثاني يساوينا W، هاي المعادلة المجهول بها فقط W B، ويطلع لك إذا تحسبها يطلع لك W B مقدار 47.8 نيوتن. هاي اللي هنا يخلص الجزء الخاص بالمواضيع 3 1 3 2 3 3.